الطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين. معاكم سحر بدري. إن شاء الله النهاردة هنكمل صفحة 73 من كتاب سبيكتروم، الوحدة رقم 4. هنا بيقول إن بيغو في المكتب في باتيتش كايتن. هنا في الجزئية دي إحنا متعودين إن إحنا بنشوف ملخص الدرس بيكون بيتكون من إيه والدروس فيها إيه، أهم اللي هي الجراماتيك وأهم اللي هي النصوص التكست اللي عندنا. أنا بيقول يباتيت شكايتن ان بيغو بغشتن، أخبرنا عن الأنشطة في المكتب اللي أنت بتعمله في الشغل بتاعك. يعني أيلن تكست يبا بيغو أربايت فشتين، وفهم نص عن اللي هو العمل في المكتب. سيت أنجابن ماخن اللي هي ظروف الزمان، حروف الجر اللي بتيجي يعني حروف الجر مع الوقت، حروف الجر مثلا مع اوقات النهار، مع شهور السنه، مع فصول السنه، ايه الحروف الجريه اللي هنستخدمها. يبقى دي ايجن سايد بلانوج بريشن، بيتكلم عن اللي هو التخطيط الزمني الخاص بتاع احد الاشخاص. تليفون بريش فيورن اللي هو يجري محادثه تليفونيه. داس داتوم انجيبن اللي هو ياتي تاريخ. تامين في اينبارن ولا فشيبن اللي هو يتفق على ميعاد او ياجله. بريش ان بيغو فيورن اللي هو يجري محادثه في المكتب. يمندم اتفاس اوس ريشتن يبلغ شخص بحاجه. فراجن فورمولييرن اند بانتفورتن اللي هو يصيغ اسئله ويجاوب عليها. تيبس فور جيشيفتس لويتر فشتين اللي هو نصائح لي اللي هم رجال الاعمال. اند يوبا امجانكس فورمن ام هايمات لاند بريشتن، وبيحكي عن اللي هي الصيغ العاميه في الوطن. Über Erfahrungen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sprechen. بيتكلم عن الخبرة بتاعته في ألمانيا وفي النمسا وفي سويسرا. الجزء هنا بيقول Was macht man im Büro? Alles Was man im Büro alles macht. إيه الواحد بيعمله في المكتب؟ Was machen Angestellte? إيه اللي بيعمله الموظفين während أثناء ihrer Arbeitszeit في وقت العمل بتاعهم. Was machen Sie selbst? ايه اللي بتعمله بنفسك beziehungsweise او was machen sie was machen ihre Kollegen اللي زمايلك بيعملوه. was machen ihre Kollegen اللي زمايلك بيعملوه. diskutieren sie über das Thema in kleinen Gruppen، بقول لك ناقش الموضوع ده في جروبات صغيره. notieren sie ودون was sie immer oft selten اللي حضرتك دايما او في الاغلب او نادرا nie im Büro machen او ما بتعملوش خالص في المكتب. بريزنتيرين زي دناخ واعمل بريزنتيشن يعني اقدم الموضوع ده. ايه اللي اجب نس ام كورس اللي هي النتائج بتاعتك في الكورس. ايميلز اوفنن يفتح الايميل. ليزن يقرا. بانتفورتن يجاوب. لوشن مقصود بقى يمسح. فيتالايتن معناه اللي هو يعمل له فورورد يبعته لحد تاني. اوز دروكن اللي هو يطبع. دوكومنت وثائق. بيغشت تقارير. lesen يقرا. gespräche führen يجري محادثات. private telefonieren يتصل اتصال خاص. etwas kopieren يطبع شيء. am Computer stehen يقف على الطبعه. excel tabellen erstellen يعمل اللي هو يعمل موضوع اللي هو البرنامج الاكسل بيعمل فيه جداول. etwas kalkulieren اللي هو يحسب شيء. تيمين بلانن اللي هو يخطط المواعيد. اورا في اين بارن او يتفق على ميعاد. دوكومنت يوبازيتسن اللي هو يترجم وثائق. كوندن امفانجن اورا بيغاتن. كوندن اللي هي زباين. امفانجن يستقبل. بيغاتن يقدم مشوره. جيبوتس تاج اعياد الميلاد. ميت كوليجن فاير نحتفل بيها مع زمايله. انجشيفتس اسن تاينيمن يشارك في عشاء عمل. mit Kollegen Kaffee trinken يشرب قهوة مع زمايله. mit Kollegen مع زمايله. über andere Personen عن الأشخاص الآخرين. oder auch über Privates عن الحياة الخاصة. reden يتحدث عن زمايله أو يتحدث عن حياته الخاصة. in der Kantine في الكانتين المطعم. am Schreibtisch على طاولة المكتب. essen يأكل. Nachrichten online Netzwerke lesen. Nachrichten اللي هي الأخبار أو الرسائل. in online Netzwerken اللي هي وسائل التواصل. lesen يقرأها. Dienstreisen اللي هي سفريات عمل. organisieren ينظمها. oder machen يعملها. Ambesprechungen
ليه الاجتماعات زيت سونجن برضو سونجن الاجتماعات زيت سونجن جلسات، يعني انا بنقول كده مش بشنج اجتماعات زيت سونجن جلسات ميتينجز اللي هي المقابلات تاينين من يشارك فيها اونلاين اين كوفن يتسوق اونلاين بريفات غايزن بوخن اللي هو يحجز سفريات خاصه بروتوكول اللي هي البروتوكول بغشت تقارير غيش نونجن اللي هي الفواتير مش غايب ان يكتبها وانا كاتب تسمخت من او تسمخ ايش او مخن كوليجن اما دي الحاجه اللي انا بعملها او زمايلي بيعملوها. هناخد امثله عن شخص مثلا بيتكلم عن نفسه بيعمل ايه في الشغل بتاعه وزمايله. بس مخن زي زلبس انت بتعمل ايه بنفسك ايش ليزه وانت بانت بوت ايميلز انا بقرا وبجاوب على الايميلات ايش تغوك دي دوكومنت او صفات بعد الوثائق ايش في انبار تامين متكوندن اوند اشتله اكسل تابلن انا بتفق على مواعيد مع الزباين وبعمل اللي هو الجداول بتاعت برنامج الاكسل. بس مخن دي كوليجن زمايلي بيعملوا ايه زي يبازيت سن دوكومنت بيترجموا الوثائق زي بيغاتن اون فانكن كوندن زي بيغاتن اون امفانجن كوندن هم بيقدموا مشوره وبيستقبلوا الزباين زيني من انج شيفت اس اسنتايل بيشاركوا في اللي هو العشاء العمل زيدير اليوبا بريباتس بيتكلموا عن الحياه بتاعتهم الخاصه اون زي اسن ان دير كانتينا بياكلوا في الكانتين ولا ام شرايبتش او على طاوله المكتب زيليز النخريش لان اونلاين نيتس فاكم بيقراوا اللي هي رسائل او الاخبار على وسائل التواصل زي ماخن دينست غايزن بيعملوا سفريات عمل اون زي شرايبن بغشته بيكتبوا تقارير بروتوكول اون غشنونجن. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده، اتمنى اكون افدتكم يا رب، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده، السلام عليكم.